الجولة برعاية كلير شامبو. كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة. مساكم الله بالخير مستمعين، وحياكم الله من جديد في برنامجكم الرياضي اليومي الجولة برعاية شامبو كلير للرجال. ورحب فيكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الأعداد الزملاء عبدالله المحضار وعثمان الصولي. ومثل ما عودناكم نذكركم بأرقام التواصل اللي حابب يتواصل معنا على STC 8 3 4 8 موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. نعيدها مرة ثانية اللي ما لحق، STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. أهم محاور برنامج الجولة اليوم اعتذار الأمير ممدوح بن عبد الرحمن وبيان نادي الهلال، عقوبة لاعب الاتفاق إبراهيم هزازي، شكوى رئيس نادي الاتحاد السابق على نادي محمد الفايز، كريري والهلال، عسيري والشباب، حسن معاذ والبلطان، ومرع العواجي والهلال. وش وسيلة الربط بينهم؟ هذا كلهم كثيرين، كلهم في برنامج الجولة اليوم. نبدأ موضوعنا ببيان نادي الهلال، حيث عبر الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عن شكره وتقديره الكبيرين للأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على مبادرة سموها الكريمة بإنهاء قضية التصريحات التي طالت لاعبي الهلال الأول لكرة القدم سالم الدوسري ونواف العابد من قبل الأمير ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود عضو شرف نادي النصر، حيث تقدم الأمير ممدوح ظهر هذا اليوم باعتذاره الشخصي للنجمين الكبيرين في مقر إمارة منطقة الرياض، وذلك بحضور نائب رئيس إدارة نادي الهلال محمد الحميداني ومدير عام إدارة كرة القدم فهد المفرج. وقدم الأمير ممدوح اعتذاره للاعبين مما أسيء فهمه من تصريحات سموه السابقة واتهامه للاعبين بتعاطي المنشطات والتخاذل عن خدمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤكدا أنه لم يكن يقصد الإساءة للاعبين، وإنما أسيء فهم ما تحدث به، وأنه يقدر اللاعبان ويعتبرهم بمثابة أبنائه. هذا وقبل اللاعبان نواف العابد وسالم الدوسري هذا الاعتذار الشخصي من الأمير ممدوح، وبدلا سموها العناق تعبيرا عن انتهاء هذه القضية بكل تفاصيلها، وذلك بمبادرة كريمة من أمير منطقة الرياض والتي تعبر عن حرص سموه الكريم ومتابعته لكل ما يخدم أبناء الوطن في شتى المجالات. انتهى موضوع الأمير ممدوح بن عبد الرحمن اللي تحدثنا فيه كثير، ويمكن كثير من الناس كانوا يقولون ليش التركيز لمعرفتنا في الأمير ممدوح بن عبد الرحمن، أكيد رجوع للصواب في هذا الموضوع. وعموما نقول للأمير ممدوح بن عبد الرحمن الاعتذار من شيء من الرجال، أكيد يعني هذه ما فيها نقاش، فالخطأ وارد، لكن المشكلة الاستمرار في الخطأ. والأمير ممدوح طالت عقوبة من لجنة الانضباط، وبعد مبادرة أمير منطقة الرياض انتهى الموضوع بالاعتذار وقبول الاعتذار من اللاعبين سواء سالم الدوسري ونواف العابد. أتوقع بعد هذه ما عاد فيها كلام، انتهى الموضوع، لأن في ناس يبون أن احنا نكثر الكلام في مثل هذه المواضيع. لا، خلاص الموضوع انتهى، كل واحد عرف وش له وش عليه، وخلاص يعني ما يحتاج احنا نتكلم في الموضوع. اتوقع ان العقوبات كانت موجودة، الاعتذار كان موجود، اللاعبين قبلوا الاعتذار، هذا هو المطلوب. انا يوم تكلمت في فترة من الفترات تكلمت لاني عارف حرص
القيادة سواء على مستوى مناطق المملكة أو على مستوى طبعا خادم الحرمين حتى على رأس القائمة أو حتى أعلى هرم في الرياضة الأمير نواف أو غيرهم، لأنه ما حد يرضى بمثل هذا الكلام. وأكيد حتى الأمير ممدوح، بس يمكن بعض الأحيان الأمير ممدوح في وقت الزعل يطلع من الكلام يمكن على قولتهم كان فيها سوء فهم، لكن إن شاء الله الأمور الآن انتهت، وهذا اللي حنا نبغاه. أنا ما نبي إثارة ولا نبي نقعد نشعل المواضيع، لا خلاص، هذا اللي حنا كنا حابين نوصل له وصلنا له. شكرا للأمير ممدوح وشكرا لأمير منطقة الرياض، وأيضا شكرا للاعبين اللي قبلوا الاعتذار بكل روح رياضية. هذا المطلوب في المجال الرياضي أو في كل المجالات إن شاء الله في مملكتنا الحبيبة. نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل STC 8348، موبايلي 630-590 زين 732-22. عقدت لجنة الانضباط والاتحاد السعودي اجتماعا بتاريخ 13/2/1435 للنظر في عدد من القضايا، وقررت إيقاف لاعب الاتفاق إبراهيم هزازي مباراتين وتغريمة 10,000 ريال، وكذلك إيقاف اللاعب برونو من نادي الرائد 4 مباريات وتغريمة 20,000. برونو اللي تكلمنا فيه أمس على حركة اليد الغير أخلاقية اللي قال لا كان عندي إصابة في اليد، يعني كويس لجنة انضباطهم صحيحين ما مشت عليهم. إبراهيم هزازي خلال الشوط الأول المباراة قام اللاعب الاتفاق بضرب لاعب الأهلي منصور الحربي وفقا للمقطع المرئي لهذه الواقعة، وهذا ما جاء في بيان لجنة الانضباط. قرار اللجنة إيقاف اللاعب مباراتين رسميتين في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها اعتبارا من 14/2/1435 مع غرامة مالية 10,000 ريال عملا بالمادة رقم 47/1/2. ثانيا قرار غير قابل للاستئناف وفق المادة في لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي، وثالثا يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة. النص المادة المطبق على اللاعب أن يتم إيقاف أو استبعاد أي شخص حال ارتكاب مخالفة لم يلاحظها مسؤول المباراة، وهذه المادة صحيحة اللي طبقت في إبراهيم هزازي. أنا بس عشان بقفل موضوع إبراهيم هزازي، اتكلمت أنا في برنامج غرفة 11 أمس على موضوع إبراهيم هزازي وحتى الأهلي والاتفاق وكل ما صاحب المباراة والورقة اللي كانت مع المدرب وتم إعطاها للاعبين وتم تأويلها أن المدرب يقول للاعبين الأهلي اقتلوا هزازي، والكلام هذا مو بصحيح بشهادة أحد لاعبي الاتفاق اللي قال لا، اللي كان موجود في الورقة أنه غطوا خانة إبراهيم هزازي، هذه كانت واضحة. الآن أنا أستغرب حرص كثير من الجماهير الأخرى أن يقولون ليش ما تتكلم عن أهازيج جماهير نادي الأهلي ضد إبراهيم هزازي. يا جماعة أنا ما سمعتها، بس حتى لو سمعتها حتى لو فيها ساعة لازم نعترف أنه هذا مدرج وهذا جمهور، والأهلي جماهيره الكبيرة مثل من الجماهير الأهلي مثل الهلال الاتحاد النصر كل الجماهير. مش معقول أن إبراهيم هزازي في كل فريق يروح له يكون هو على صح والمدرجات كلها على غلط. يعني إبراهيم هزازي عنده مشكلة لازم يراجع نفسه. على المستوى الفني إبراهيم هزازي جدا مميز، لا تستفزون الجماهير، لا تستفزون المدرجات. أنا ماني بقاعد أعطي العذر والحجج للمدرجات نادي الأهلي، بس بصراحة اللي قاعد يصير من إبراهيم هزازي الواحد يتعلم من خطأ مرة مرتين ثلاثة أربعة، لكن مو بكل مرة وكل فريق أروح له لازم أسبب مشكلة بين الفريق هذا وبين النادي الأهلي وبينه وبين منصور الحربي وبالكوع وقدام الحكم والآن إيقاف ونسيب هذا كله. وش قالوا جمهور الأهلي؟ يا جماعة احترموا عقولنا شوي، يعني لا نستفز الجمهور ونترك الفعل ونبحث عن ردة الفعل، نشوف الفعل وش قاعد يصير داخل. يعني إبراهيم هزازي بصراحة خلاص، يعني مفروض يعني لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، انت كم مرة. بالنسبة لبرونو الرائد قيمة مثل ما تكلمنا أمس مباراة الرائد والشعلة في تاريخ 10/2 ضمن مسابقة دوري عبد اللطيف جميل، وقام لاعب الرائد بإشارة بذيئة وغير أخلاقية بيده تجاه الحكم وفقا للمقطع المرئي أيضا لهذه الواقعة. يعني كل الوقائع المهمة اللي اتخذتها أو اتخذت حولها قرارات لجنة الانضباط كانت وفقا لمقاطع مرئية رسمية ظهرت على الشاشة، ما يحتاج لها سيدي على قولتهم.
في خبرين معليش اسمحوا لي انتصر للبرامج الرياضيه في اذاعه مكس اف ام الجوله غرفه 11. انا تكلمت فيهم بشكل خاص امس. الشيك المقدم للاتحاد السعودي لكره القدم واللي مبلغه 88 مليون من وزاره الماليه. وايضا تكلمت انه الرابطه راح تودع اليوم مبالغ للانديه من عقد الرعايه عبد اللطيف جميل. اليوم صدرت هذه الخبرين بشكل رسمي وانفردنا فيها أمس في برنامج غرفة 11. خبر بالنسبة للشيك وال 88 مليون أعرب أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية وأسرة كرة القدم في المملكة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو علي عهد الأمين ولسمو النائب الثاني حفظهم الله على الدعم اللامحدود الذي يجدها الرياضيون في المملكة من عناية من قبل قيادتها الرشيدة مقدرا للأمير نواف بن فيصل اهتمامه ومتابعته لشؤون الاتحادات الرياضية وحرصه على أن تقوم برسالتها على أكمل وجه فيما قام به سموه من تنسيق ومتابعة مع كل المسؤولين في جهة الاختصاص حتى تم بحمد الله إنهاء كافة الالتزامات التي على اتحاد كرة القدم هو محل تقدير الجميع في اتحاد كرة القدم. وأشار بأن هذه المكرمة من والد الجميع ستكون دافعا لنا في الاتحاد السعودي على تقديم ما يحقق طموحات وتطلعات الجميع بإذن الله. يعني خلوني أشكر أيضا الأمير نواف بن فيصل وأحمد عيد لأنه كان في قسوة من الإعلام الرياضي. يا جماعة لازم احنا نفرق نعرف إذا كان في عمل أو في يعني قصور في العمل في المنظومة الرياضية السعودية ننتقد وننتقد بحدة. بالعكس يعني حتى كل الجماهير وكل انتماءاتها يكونوا معنا في موضوع الانتقاد هذا. فيما يخص القيادة الرياضية تكلم وعندنا القيادة الرياضية تكلم على أمير نواف وتحديدا اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم أحمد عيد ننتقدهم بحدة صح ولا لا؟ عشان لا حد يقول ثامر قاعد يطبل أو قاعد يطبل. حنا ننتقد لكن بكل أمانة شكرا للأمير نواف بن فيصل شكرا لأبو رضا كانت جهودهم واضحة اجتماعات مستمرة من سنة تقريبا والاجتماعات هذه موجودة وتكلمت عليها في أكثر من حلقات نتج عنها سداد الديون وهذا الشيك اللي تكلمنا عليه. لكن أنا أتمنى أنه يكون درس بالنسبة للاتحاد السعودي بالنسبة للرئاسة العامة رعاية الشباب العقود اللي على الفاضي والمليان الرواتب اللي بدون عمل واضح وصريح. أتكلم على إدارة شؤون المنتخبات أو حتى الاتحاد السعودي يعني بالعقل حتى المدربين يعني مو بن يلا مدربين بس أي شيء ولا تمشون وراء المدرجات في كل شيء مع احترامي لبعض الجمهور لأن يلا نبي مدرب عالمي فجأة لا لازم تبحث عن مدرب المرحلة اللي أنت تستفيد منه واللي يكون متوافق مع إمكانياتك مو بشرط ترى احنا حققنا إنجازات كثيرة بمدربين يعني مو بذاك الاسم او السيفي اللي قوي جدا يعني انقص وصلنا مع نهائي كاس اسيا 2007 وما كان بالمدرب المعروف او المدرب العالمي ريكارد وصلنا ال 126 في التصنيف العالمي وهو مدرب عالمي. فلازم تبحث عن انت وش تبغى من المدرب يبني لك فريق مع انه في المنتخب ما في شيء اسمه بناء اعطاء فرصه للشباب الجدد التكتيك معين كره هجوميه كره دفاعيه توحيد مدارس تعرف انت وش تبغى بالضبط بس مو بأن تمشي مع أي واحد يقول لك شيء تمشي معه. أتمنى أنها تكون درس. التعاقدات يا جماعة أنا بصراحة جاتني كثير من الاستفسارات في تويتر أمس بالليل وش صار على كريري مع الهلال وش صار على عسيري مع الشباب وش صار على حسن معاذ اتكلم في كل المواضيع هذه. بصراحة أرجع وأقول ممكن في أي لحظة ممكن مثل هذه الأمور تتغير يعني ممكن أنا أقول لكم أشياء بالفعل إنها صايرة الآن لكن ممكن بعد ما أطلع من البرنامج تتغير وتكون ممسك علي أنا وأنتم عارفين يعني هاد اللي يدورون ممسك ما يحتاج أقول لكم يعني إذا ما مسكوا علينا شيء ومشغليننا فما بالك إذا لقوا عليك ممسك مو أنت قلت لا ابن حلال أنا قلت لا 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 أنت قلت كذا طيب اسمع مني لا 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 أنت قلت كذا هو يبيها كذا يعني فهنا المشكلة. عموما خليني أنا بكون يعني بكون مو بجرأة هذه بس اني كذا برمي نفسي في البحر وبقول اللي عندي اذا صار فهو مشت الامور على ما هي عليه اذا ما صارت معناته انه في شيء تغير في الامور. اللي صار الان ان كان في اجتماعات على الرغم من نفي عادل جمجوم لموضوع اعارة احمد عسيري للشباب كان في اجتماعات بين الشبابيين وعادل جمجوم
وإلى الآن ممكن الأسبوع القادم يكون في موضوع إعارة لأحمد عسيري من الاتحاد للشباب. كل هذه طبعا يبحثون إدارة النادي الاتحاد الآن عن فلوس مبالغ. حسن معاذ احنا عارفين وتكلمنا في الأسبوع الماضي أنه في صفقة مقايضة بين الهلال والشباب, الشباب انسحب منها. حسن معاذ ليش انسحب منها؟ الأخبار اللي عندي, وأنا عارف أنه ممكن يطلع نفي أيضا في الموضوع, بس الأخبار اللي عندي أنا يقول لك البلطان زعل على الهلاليين باختصار من الآخر. ليش زعل على الهلاليين؟ يقول أنه الهلاليين ما وقفوا معي في موضوع مرعي العواجل, هذا باختصار. فقال ماني معطيكم لحسن معاذ. وفي رواية أخرى طبعا يقول لك أيضا هذا أحد الأسباب, واحد الأسباب الأخرى أنه كان في ضغط على البلطان أنك أنت تتنازل عن ناصر شمراني وتتنازل أيضا عن حسن معاذ, لكن السبب الأقوى أنه في زعل. حتى لو طالع أبو الوليد ولا غيره ونفى, هذا الخبر اللي عندي وأنا ما أقول أي شيء إلا وأنا فعلا متأكد منه, ما راح أخذ سواليف. الكريري والهلال, وأنا عارف أن في كثير من الناس قاعدين ينتظروني أقولها, كريري والهلال الخبر اللي عندي حتى اللحظة قبل أطلع البرنامج بثلاث دقائق بعد مباراة الشباب والاتحاد كريري هلالي, منتهي الأمور. عادي إذا صار شيء كريري سوى مع الهلالية مثل ما سوى البلطان هذا موضوع عادي يرجع له, لكن أنا أقول لين قبل لا أطلع البرنامج بدقائق بعد مباراة الشباب والاتحاد كريري هلالي. نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية نبدأ مداخلاتكم. الجولة برعاية كلير شامبو, كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة برعاية كلير شامبو, كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة حسب مصادر برنامج الجولة, اجتمعت إدارة نادي الاتحاد ممثلة في الرئيس عادل جمجوم البارحة بوكيل أعمال اللاعب أحمد عسيري بشأن الأخبار المتداولة بخصوص انتقال اللاعب لنادي الشباب. لا يوجد أي عرض رسمي حتى الآن للاعب أحمد عسيري من نادي الشباب. يوم الأحد المقبل ستتضح أمر انتقال عسيري للشباب من عدمه. أما أن يقدم البلطان عرض رسمي لإدارة نادي الاتحاد وطلب اللاعب أو إغلاق الموضوع. الرابطة تودع المبالغ في حسابات الأندية. أودعت رابطة دوري محترفين مبلغا وقدره 200,000 ريال لكل نادي من أندية دوري عبد اللطيف جميل, وهو عبارة عن استكمال كافة المستحقات المتبقية على الرابطة للأندية حتى نهاية شهر نوفمبر, وذلك حسب القرار الخاص بتوزيع حقوق الرعاية بواقع 50% بالتساوي و 50% حسب ترتيب الأندية مع نهاية الدوري. كما أودعت الرابطة مبلغ وقدر 500,000 ريال لنادي النهضة, ومبلغ 500,000 ريال آخر لنادي العروبة, على أن يتم إيداع مبلغ 1,000,000 ريال بواقع 500,000 لكل نادي منهما مع نهاية منافسات الدوري, وهي عبارة عن مكافآت الصعود لدوري عبد اللطيف جميل. وهذا تكلمت عليه أمس ربطة في موضوع الديون على الاتحاد السعودي, أنه في أندية عندها مبالغ ولها مكافآت من طبعا مستحقة من سالفة موضوع السعود وما أخذوها. شوف الآن تودعها الرابطة, هذه كانت ديون على الاتحاد السعودي ما تم صرفها للأندية, ستدفع مبالغ الرعاية وآلية التوزيع حقوق النقل التلفزيوني والرعاية, والبالغ مقدارها 64,800,000 ريال ستوزع مبالغها مع نهاية الدوري بحسب مراكز الفرق على سلم الترتيب, علما أن هذه المبالغ سوف تتغير في حال تم صدور قرار آخر بكيفية توزيع مبالغ. أنتم عارفين أنه عليها جدل أنه لا النادي الفلاني يبي أكثر, في أندية معترضة. فإلى الآن حسب النظام اللي موجود أنه راح يكون توزيعها حسب المراكز. المركز الأول ياخذ 8,639,998 ريال, الله ما نسمع لملايين. المركز الثاني 8,022,857, المركز الثالث ياخذ 7,405,714 ريال, المركز الرابع 6,788,570 ريال, المركز الخامس وراح اكتفي بالخمسة المراكز الأولى 6,171,427 ريال, لأن كثير بنقعد لنا 14 كثير. الأخير ياخذ 617,000. ناخذ اتصال من معنا عبد الرحمن, تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام, حياك الله عبد الرحمن.
ازيك يا ثامر؟ بخير الله يبارك فيك. انا والله من زمان يعني ودي اشارك معاك بس ما حاولت صراحه، عندي احساس ما حاولت ما بلقط الخط، بس اليوم سبحان الله ضبط. اول مره تحاول؟ اول مره احاول، وكل مره اقول احاول اكيد في زحمه عند ثامر وما بلقط الخط. شفت نيتك طيبه. خلني اجرب. اي والله العظيم. تفضل. أنا بس عندي موضوع يعني ما أبغى أتكلم فيه، اللي هو موضوع الاحتفاظ بين الشباب والأهلي، وأنا مشجع شباب أول شيء، ويعني عندي وجهة نظر في الاحتقان الحاصل، ودائما الناس تقول خالد البلطان والشبابيين والنوفل أنهم سبب الاحتقان. يعني أنا قاعد أفكر الحين، الشباب يمكن لي أكثر من 15 سنة منافس شرس على كل البطولات، نادر جدا يعني إذا موسم ما أخذ الشباب بطولة، يمكن العام يمكن هو الموسم الوحيد اللي الشباب ما حقق فيه بطولة، أي سنة الشباب ضرب في أي نهائيات وضرب في أي بطولة. هذا يعني ما يختلف عليه، اثنين هذه أرقام وحقائق. الأهلي بعكس النادي الأهلي، النادي الأهلي يعني إحنا قبل إلين حوالي سنتين الطفرة المالية اللي في النادي الأهلي، الأهلي قبل السنتين يمكن عد 10 سنوات وراء ما أتوقع أن الأهلي كان يعني من الفرق المنافسة، مع احترامنا للأهلوين إحنا ما ننقص منهم ولا شيء، إحنا نتكلم على أرقام ووقائع. طيب طيب معليش عبد الرحمن عشان لا أضيع، أنا ما ودي أضيع، بس خليني أنا هنا بوقف موقف الدفاع عن النادي الأهلي بما أنك أنت شبابي. ولا يهمك. ليش؟ أنا أقول لك الشباب فريق متعود على المنافسة على البطولات، هذه ما فيها نقاش، بوجود البلطان وقبل البلطان صح؟ وهذا هذه النقطة اللي كنت بأكد عليها، من قبل البلطان والشباب موجود وكان يأخذ بطولات دوري وكان متتالي وما فيها نقاش، لكن نحن نصور أن الأهلي فريق غير منافس على البطولات العشر سنوات الأخيرة؟ لا يا عبد الرحمن، الأهلي كان موجود بالعكس، أخذ بطولات الكاس أتكلم في 2007، أخذ كاس الملك مثل الشباب وأخذها مرتين متتالية، وصل لمرحلة معليش عبد الرحمن هذه وبعدين قول اللي تبغى، وصل للنهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، الشباب ما قدر يوصل لهذه المرحلة. طيب انا بقول لك شيء يا ثامر، احنا بالنسبه للمنافسه على البطولات انا ما اتكلم على بطوله الكاس، نتكلم من بطولات الكاس لا احنا كنا نتكلم على فريق بطل، نتكلم على بطولات الدوري بالنظام الجديد وبالنظام القديم. بس حتى الشباب يا عبد الرحمن مع احترامي الشديد، الشباب في الفترة الأخيرة اللي هي فترة البلطان وتحديدا خلال تقول تكلم الثلاث سنوات أو 4 سنوات الأخيرة بعيد عن الدوري. كيف بعيد يعني ما قبل العام الفتح وقبلها الشباب، بس يعني ما صار حتى ينافس، يعني تكلم الشباب يعني الثالث الرابع يعني ما صار مثل الاول. انا قلت لك الموسم الماضي صحيح الشباب ما نافس، ارجع المواسم اللي قبلها الشباب لازم يكون طرف في اي، بس حتى الموسم يعني هذا ترى على خجل الشباب عنده ظروف، يعني ما اقدر اقول ظروف، هي ظروف فنيه وخروج برودهوم وعدم وجود البديل، بعض اللاعبين في بعض المراكز، لكن ومع ذلك يعني بعد مباراة الشباب والنصر لو كانت المباراة شبابية أنا كنت بقول لك يرجع منافسة، لأن الانتقالات الشتوية الإدارة وعد فريق بدعم. أنا ما أتكلم عن هذه النقطة يا فامر، أنا أتكلم على نقطة إيش، إنه مجرد ما الأهلي بدأ يرجع للمنافسة، الشباب نادي مو جماهيري ولا نادي لا يملك قاعدة إعلامية، فأنت حطوا موقف حرج الحين، صار إن الهجوم كله على نادي الشباب لأنه الحلقة الأضعف في الـ في الـ في الـ في, الـ في إعلامية. ايوه اعلاميا. طيب الاهلاويين في المقابل يا عبد الرحمن انا اتفق معك، شوف فيما يخص موضوع الدوري والمنافسه على الدوري وانها بطوله الاقوى هذه انا ما راح اختلف معك فيها، لكن انا اقول لك حتى على المنافسه حتى في الدوري اللي اخذ الشباب قبل موسمين لاخر مباراه بهدف حسمت للشباب وكان منافس عليكم معكم الاهلي صح ولا لا؟ هذا صح. اي بس هذا اللي انا بوصل لك اياه، لكن اتكلم على المستوى الاعلامي، جماهير النادي الاهلي عندهم اعتراض او متضايقين حتى الإعلام أنه يقول لك في تجريح في بعض الأحيان للنادي الأهلي ورجالات النادي الأهلي، ما عندهم مشكلة يكون في منافسة إعلامية لكن بدون تجريح. والله يا ثابر أنا تابعت كل تصريحات البلطان، أنا ما أحب البلطان لأنه رئيس نادي الشباب، والله إن البلطان أنا أتوقع يعني من وجهة نظري أنا مشجع شبابي أفضل رئيس مر على الأندية السعودية إداريا وحتى إثارة إعلامية يعني حميدة، ما هي إثارة بشكل انه يجرح يعني حتى مباراه صار. انا بقول لك شيء، مباراه الشباب والنصر بعد المباراه كيف كان تصريح البلطان؟ صحيح انه يقولون مدح والمدح زي الدم، لكن هل طلع تحكم تكسب فيها تحكم، هل طلع من الشباب؟ يعني شوف الاهلي مطلع بيان واداره بس ما سال احد، بس ما سال احد البيان، ما سال احد. انا اتكلم انت اذا انت تشوف مثلا تروح لمرعي يوم رفع شكوى
على البلطان، شاف انه هو تهكم يوم قال هذا مكانه في الدوري الانجليزي. انا معك، صح ولا لا؟ ممتاز. يصير في في البعض، لكن انا اقول لك هل في احد رفع شكوى على بيان النادي الاهلي؟ ما رفع شكوى. يصير الاساءه وين؟ وهنا الفريق الكبير الشباب، ما شفت انا الشباب، يعني انا شفت شباب 20 سنه هذه ما بلعتها. ما طلع بيان اتهام التحكيم، ما هو شرط حتى لو حنا ضد البيانات يا عبد الرحمن، بس مو بشرط اني انا اطلع اتهكم وما اصدر بيان، واللي يصدر بيان يطلع هو اللي غلط يا ثابت. يعني ما هي بقاعده، حنا دائما نقول ان احنا ضد البيانات، كلامك صح وكثره البيانات، لكن انا اتكلم انه رئيس النادي يروح يتهكم وما يصدر بيان، واروح انا امسك في الفريق اللي اصدر بيان واقول له هو اللي غلط واللي تهكم، لا والله هذا صح وهذا انا فريق كبير، لا هذا مو منطقي. عبد الرحمن، سؤال واحد يا ثابر، مين اكثر تضرر في 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 الدوري من التحكيم؟ هذا بندخل في جدليه ثانيه، مع انه لو أنا بجيب انت شبابي بتقول الشباب، بجيب اهلاوي بتقول الاهلي، بتقول الهلال ولا النصر كلهم. ما اتكلم على كميه الاخطاء، لا انا اتكلم على مباراه النصر بس. الشباب لو كان حقق الفوز كان بيصير منافس شرس على الدوري. اتكلم على مباراه النصر الاخيره، النصر والشباب. أيوة، ما طلع الشباب بيان وقال احنا ضاع مننا الدوري بسبب التحكيم. الشباب عنده ثقافه الفوز مزروعه في نفوس اللاعبين، هذه حقيقه لازم يعرفوها الاهلاويين. الاهلي لا، فريق الاهلي فريق كويس، فريق بطل، لكن بالامانه ما في ثقافه انك انت تصير منتصر. يعني شوف الهلال، فأسوأ ظروف الهلال، الهلال دائما محقق في البطولات، هذه ثقافه يا ثامر. وانت عارف اكثر شيء انه مو كل شيء مهاره اللاعب، ولا ان يكون عندك مجموعه جيده من اللاعبين. بدليل اوروبا في انديه كثيره عندها مجموعه ممتازه من اللاعبين، بس ثقافه البطولات ولا هي بس الثقافه. يا عبد الرحمن كلامك منطقي، بس انا اتكلم على الثقافه. يعني لا ننكر انه الاهلي فريق بطل، حتى لو انه غاب فتره او عقدين من الزمن غاب منها عن بطوله الدوري، يصير الاهلي مو فريق بطل ولا عنده كاريزما البطوله ولا يقدر ينافس ولا عنده روح الانتصار ولا ثقافه الفوز، مو بصحيح. يعني اتكلم الشباب الى عام 91 وكان يقول لك الشباب افضل فريق يفوز في الدوري، يوصل عند مرحله معينه ويوقف، ما عند النفس الطويل، لين عام 91 عطني بطوله الدوري اخذها الشباب، لكن كسر القاعده واخذها ثلاث مرات متتاليه. 91، لحظه انا حافظ التاريخ يا عبد الرحمن، 91 92 93، صح ولا لا؟ اخذها ورا بعض. وقتها هنا اكتسب ثقافه الفوز، مثل ما انت تقول ثقافه الفوز هذه في مباراه في مباريتين، لكن مو بني بقعد التاريخ انا اقول ما عندي ثقافه فوز. الاهلي فريق بطل وعنده ثقافه الفوز، ما هي مثل ما هي موجوده عند الشباب. انا ابغى اختم كلامي بس بجمله واحده. فضل. يعني كثرة للجدال الثلاثه الكبار واربعه كبار وخمسه كبار، انا وجهه نظري تحليلي، الانديه الكبيره في المملكه الحين الشباب والهلال، ان هذول الانديه الاتحاد يمكن اذا رجعت بروفا الجيده، لكن الاهلي والنصر فريق عريق، في فرق بين فريق عريق وفريق كبير. ليفربول فريق عريق له، لكن الان ليه فريق مو فريق انت كبير. دخلت لعد كل واحد يفسر هذه ما لها قاعده ثابته ولا مكتوبه يا عبد الرحمن. يعني انت الان بتدخلني في جدال، ممكن انت تعريف كبير وعريق عندك يختلف عند واحد ثاني يقول لك كبير وعريق. انا قاعد كاني قاعد اطوع الالفاظ والمصطلحات مثل ما انا ابغى، هذا مو بصحيح. أنا ممكن أعكسها، أنا ممكن أعكس المصطلح اللي أنت قاعد تقوله على الكلمة الثانية وأطلع لك إياها صح. بس يا تامر أنت تعرف إن الشباب. طيب عبد الرحمن عشان اللي بعدك معليش، كل الباقي والله كل المدرجين يشوفوا إنه في تحامل من الجهة الثانية. شكرا يا عبد الرحمن، يعطيك العافية. عموما ناخذ اتصال ثاني بمعنى قبل أن نطلع فاصل. محمد تفضل. محمد ألو، حياك الله محمد. ألو، السلام عليكم. معليش طولنا عليك، تفضل. عادي استنى، انا كم مره ما فرقت اليوم. ها بس اول مره تدخل ولا قد دخلت؟ لا اول مره. تفضل ونعم، حياك الله محمد. ابى اتكلم عن الاتحاد عموما، ما لينا في الفرق الثانيه، بتكلم عن الاتحاد. تفضل. الاتحاد يمر باسوا حاله مرت في الكوره عامه له. طيب محمد، بما انك اتحادي انا بستغل تواجدك، وأنا أحب أخذ رأي الجمهور. في ناس يقول لا الجمهور واحتقان، لا لا لا، الجمهور يعطيك كذا اللي بقلبه كذا من الآخر. يقول لك أن في أنباء إعلامية أن الرئيس السابق لنادي الاتحاد محمد فايز ينوي تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة ضد الإدارة المكلفة التي يقودها عادل جمجوم، مطالبا بدفع مخالفات ساهر للسيارات الموجودة في النادي والتي ما زالت على اسمه البالغة 80,000 ريال. شو رأيك؟ ارفع على ولد اخته وعمته والله اداره ملغوصه، ما حد فاهم له. يعني ما حد فاهم لا للجمجوم ولا الفايز، ما انت فاهم لهم، يا اصحابه يا اعداء.
والله ما حد نكب الاتحاد غير جمجمة الفايز. عند الفلوس ما يعرفون. شوف 80,000 وتلومون جمهور الاتحاد، 80,000 قاعدين يتهاوشون عليها. 80,000 والنادي مديون بقرابة 60 مليون، مدري 116 مليون، مدري 200 مليون. والله برشلونة مو كده يمين بالله. وش دخل برشلونة؟ لا اللي يشوف يقول كأنه تعاقدنا مع ميسي ولا تعاقدنا مع رونالدو. لا بس محمد الفريق، انا فهمت قصدك، قصدك المصاريف النادي، بس انا اقول لك ان الاتحاد فريق كبير، الرواتب، العقود، المدربين، المحترفين الاجانب، العاملين في النادي، فريق كبير ونادي كبير ترى حتى على مستوى الالعاب المختلفه. لا تتوقع انه بيكون المبالغ اللي فيه ولا الصرفيات قليله. صحيح بس هم مدخلين مستحقاتهم الخاصه، اللي يقول الجمجوم انه صرفها 6 مليون واللي يقول فايز 7 مليون مدخلين هذا 160 مليون. انت عمرك شفت منصور البلوي يقول ادوني فلوسي؟ منصور البلوي لو يقول ادوني فلوسي والله بيجي 160 مليون، 200 مليون اكثر، والله اكثر. يعني اقسم بالله الاتحاد انهال، الكيان انهال يا سيدي. الجمهور يحضر، الجمهور في مباراة الخليج، ما احترام للخليج، الخليج تاريخه كبير، بس كيان زي الاتحاد قدام الخليج يلعب بثلاثة محاور واربعة مدافعين، يعني كأنك بتلعب تقريبا 7 دفاع قدام الخليج. الخليج لعب بالصف الثاني، انت بتلعب بأجانب كمان، خسارات. نخسر عمرك شفنا درجة الاتحاد فيه 600 نفر؟ والله يا محمد ما ادري ايش اقول لك. اقول لك المفروض انهم يحضرون، يعني بصراحة صحيح انه الوقوف مع النادي في مثل هذه الاوقات الحرجة مطلب، لكن ما ينلامون. والله ما ادري ايش اقول لك. يا انا حضرت المباريات وانا عندي ثاني يوم اختبار نهائي، دايم هذه عاداتكم الاتحادين، دايم ولا عندي اختبار نهائي ثاني يوم. والله يا استاذ قامر اني متنون في المستشفى، لا حول، يعني ما قدرت احضر المباريات الباقيه، وانا حلفت على نفسي ما احضر الا لما يمشي الجمجوم. والله خذها مني كلمه على الهواء، والله العظيم ما يتعدل الاتحاد غير اذا مشي الجمجوم. الجمجوم جاي شال نور، شال نايف هزازي، يبغى الناس يقولوا الجمجوم بطل. والله ما هو بطل ولا شيء، شوى الكيان الاتحادي يا رجل. اذا كح في المدرج طلع تقرير انا كحيت، اذا سوى في انا سويت، كل ما قلنا شيء طلع تقرير، طلع رفع قضيه على فلان على فلان على فلان. والله المفروض الجمهور يرفع قضيه عليه. طيب محمد سؤال، انت كيف صحتك الحين؟ طيب والله مدام بعيد، حتى لغيت القنوات السعوديه من عندي. لا ازين الغيها الفتره هذه، بس اشوف ابى اقول لك شيء، اهم شيء صحتك يا محمد، وان شاء الله الاتحاد. شوف شوف المقوله تعرفها ولا لا؟ الاتحاد يمرض ولا يموت، ولا يموت، بيرجع الاتحاد يوم من الايام، بيرجع الاتحاد، بس انت انتبه لصحتك. يعطيك العافيه محمد. اوكي يعطيك العافيه، شكرا شكرا لك. نذكر بارقام التواصل STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590، زين 7 3 22 22، فاصل وراجعين في برنامج الجوله، ابقوا معنا. الجولة برعاية كلير شامبو، كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة برعاية كلير شامبو، كلير شامبو نهاية القشرة. الجولة أكد المرشح لرئاسة نادي الاتحاد عضو الشرف إبراهيم البلوي أنه لن يترشح كرئيس لإدارة النادي في ظل وجود أعضاء الإدارة الحاليين، مطالبا باستقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الانتخابات للجميع من أجل قدوم إدارة جديدة تقود النادي لاستقرار الإداري والفني والمادي. وبيّن أن الوضع في النادي لا يبشر بالخير، ولا بد على الإدارة الحالية أن تضع مصلحة الاتحاد فوق أي اعتبار والنظر لمستقبل العميد، خاصة أن الفريق الكروي الأول يملك عناصر شابة وأخرى تملك الخبرة وبحاجة لرباعي أجنبي يقودهم مدرب كفء، وسيعود الاتحاد لتحقيق البطولات محليا وقاريا. المشكلة في نادي الاتحاد أنه كل كفة تضغط على الثانية. عادل جمجوم إدارة مكلفة، هو إدار أعضاء مجلس الإدارة قاعدين يضغطون عشان ما ودهم أنه أعضاء مجلس الإدارة أنهم يستقيلون ويجي رئيس مثل لؤي قزاز مثلا ويرأس النادي.
في المقابل إبراهيم البلوي قاعد يضغط على أعضاء مجلس الاتحاد بحجة طبعا اللي هو وفي معاه يعني بعض الحق بحجة مصلحة النادي فوق أي اعتبار باستقالة أعضاء مجلس الإدارة لتشكيل أعضاء مجلس إدارة جديد برئاسته، والضحية بين الاثنين الاتحاد. أسرع إقالة مدرب. في أسرع إقالة في الدوري السعودي، فضت إدارة نادي الفيصلي العقد الذي أبرمته مع المدرب الفرنسي دراغان، رغم أنه لم يكمل 48 ساعة بعد التوقيع مبدئيا بين الطرفين، مع العلم أنه برنامج غرفة 11 هو من انفرد في التوقيع مع المدرب قبل أنهم يلغون مع العقد يعني في خلال 48 ساعة. وكان دراغان وصل إلى السعودية وتابع لقاء النهضة والفيصلي اللي انتهى سلبي ضمن الجولة 13، ودون بعض الملاحظات على الفريق الجديد، إلا أنه اشترط جلب جهاز فني متكامل معه لقيادة الفيصلي، الأمر الذي لم تقبله إدارة النادي برئاسة المدلج، حيث أكدت استمرار الجهاز الفني الحالي ما أدى إلى فض الاتفاق قبل أن يتحول إلى عقد رسمي. كشف الدكتور عبد الله برقان رئيس لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في الاتحاد السعودي أن أندية الدوري عبد اللطيف جميل لم تسلم مسيرات رواتبها، وبذلك لن تستطيع تسجيل لاعبين جدد في فترة انتقالات الحالية ما عدا الشعلة الذي قدم مسيراته ولا يوجد عليه شكاوى مبينا. الشعلة هو النادي الوحيد الذي يستطيع تسجيل لاعبين جدد حتى الآن. ناخذ اتصال من معنا. محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا محمد. الله يمسيك بالخير يا أستاذ تامر. شكرا بالنور السرور. مستمعين كرام، حياك الله. حقيقة أنا أحب أشكرك ومشجع الشباب اللي يتكلم قبل اثنين أو شيء من ذا. أشكرك على الحياد. لا مو بحياتي محمد، قاعد نسب الحين من الشبابين في تويتر، خلي على ربك. لا انت قلت كلمه حق. انت لا ما لو انا بتكلم الان وبقول الاهلي والاهلي والاهلي، لا الكلام انت اللي قلته كافي جدا وجميل جدا. الشبابيون الجمهور الشباب نحترمه على عينه وعلى راسه. عقده البلطان والنوفل انه لماذا الانديه الكبيره الاهلي الهلال الهلال النصر الاتحاد، يا اخي عندهم عقده نفسيه وشعور بالنقص لو تجاوزوها بدون شعور بالنقص، يعني عشان لا ندخل لا هم يعني لا هم ليش يقولون انديه كبيره وما انديه كبيره يا اخي. طب ايش رايك نطلع من الموضوع هذا محمد؟ عارف ايش لا انديه جماهيريه، ايش رايك؟ لا عفوا، ليش لا تختزل التاريخ الرياضي في 10 سنوات مضت؟ الاهلي كيان عنده يد، عنده طائره، عنده سله، عنده كره مضرب، عنده نادي ثقافي رياضي اجتماعي. يعني ضعف الميزان وضع اي فريق اخر معه وشوف شوف شوف كيف من ترجح. اما انه انت تدخل برنامج وتسقط على شبابي، يعني معليش شبابي وخلاص وتم الرد محمد. لا انا اشكرك فقط. طيب يعطيك العافية محمد، شكرا. بالعكس انا اشوف ان هذا واجبي تجاه جماهير الاهلي وكل نادي له حق بصراحة. صحيح، وانتم مدرج كبير. شكرا لكم محمد، يعطيك العافية. ناخذ اتصال ثاني قبل أن اطلع فاصل. من معي؟ بندر، تفضل يا بندر. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا بندر. كيف حالك اخوي، ايش اخبارك؟ بخير الله يبارك فيك. اشكرك على البرنامج رائع جدا. تسلم. مش رائع جدا ما شاء الله تبارك الله، كفيت ووفيت يعني بصراحه يعني. شكرا يا بندر. يعني انا بس عندي نقطتين تقريبا، ما ابغى اطول يعني عشان ادي فرصه للي بعده. اول شيء انا عندي اعتراض على مدرب الاهلي والخطط اللي جالس يسويها والاشياء اللي جالس يسويها. يعني مدرب الاهلي من يوم ما جاء للان راح من الفريق ما يقارب من 8-9 لعيبه توجهوا الى برا النادي. وللان احنا ما احنا شايفين عمل داخل الملعب. يعني فعلا الان لعب حوالي 14 او 15 مباراه من بدايه الدوري. الفرق اللي فاز عليها فاز على الشعله، على النهضه، على اللعبة. لكن تعال انا ما اجي مقياس احط بالهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، ما قدم قدامهم. يعني الاداره كانت موفره لي كل اللي هو يطلبه كان موجود، ولكن للان ما ادى حاجه، وللان مصر وعنده اصرار غريب وعناد غريب. طب أقول لك يا بندر رأي بصراحة في عالم التدريب. شوف أنا ما راح أقيم مدربين يعني، بس أنا أقول لك في عالم التدريب أنا دائم أنظر للسي في حق المدرب، لكن دائم في عالم التدريب هم يشوفون مثلا دور
الأول مثلا أو عدد المباريات اللي لعبت، هذه ما هي مقياس الحكم على المدرب، ولازم ناخذ في الاعتبار يا بندر أن المدرب الأول مرة يطلع للشرق الأوسط. أوكي أنا معك فيها، بس في أشياء وفي قناعات غريبة. أوكي لما جاء الفريق في معاه موجود ناس من الفريق، معاه مدير الفريق يعني أيام كان طارق كيال كان من الفريق، كان يديله يعني يوضح له وجهات نظر. الآن مدرب بيعمل فيكتور برونو سيزار وقفهم أكثر من مباراة وهو كان محتاجهم، يعني مش أنت لما تتكلم شخص أنا ماني محتاجه ما عندي مشكلة، لكن المشكلة إن أنا اللاعب هذا أنا أحتاجه، أنا ما عندي هجوم. الأهلي رايح بخمسة أو ستة مباريات ما عنده مهاجم. بس المدربين ذولي شخصياتهم القوية بندر ما يمزح، يقول لك هذا ما غير منضبط ما خلاص انتهى. أوكي بس أنا عندي حاجة بالفريق، يعني أنت وقفت تونس محمود وقوة، أنت الآن تلعب بدون، أنت الآن ضيعت فرصة أنك تنافس على الدوري، ضيعت آسيا، ضيع أكثر من حاجة كانت قدامك يعني للآن ومصر على آسيا أنك تشارك في آسيا الموسم اللي بعده. لا 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 بطولة آسيا هنا ضاعت لنا في جدة اللي تعادل 1-1 ولعبنا هناك، كانت يعني حتى الخطة نفسها خطة جديدة على اللعيبة مستحيل تتقنها، وأول مباراة دخل فيها رسمية دخل فيها في مباراة آسيا، يعني المفروض الشخص اللي كان معه أو المدير الكرة اللي معه يكون شخص يعني زي طارق كيال، يكون مثلا شخص بريرا كان موجود في آسيا الموسم الماضي؟ لا الموسم هذا لما احنا لاعبين قدام الفريق الكوري تعادلنا مباراة هنا ونهزمنا 1-0 في كوريا. حلو ممتاز. يعني المفروض يكون معاه شخص بس 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 بس, بس الكثير يا بندر يعني الان بندخل في جدليه ثانيه يقول لك ان المدرب جاء على طول على بطوله اسيا، وهذا ظلم ايضا للمدرب، يعني انك تيجي المفروض يكون في تدريج، لكن جاء في وقت خلاص يعني مباراة حاسمة أو مرحلة حاسمة بالنادي الأهلي. عموما شكرا وضحت رسالتك يا بندر. بس ما عندي نقطة ثانية بسيطة بس تفضل. جمهور الأهلي ما عنده مشكلة مع جمهور الاتحاد، احنا مشكلتنا هي مع البلطان ومع النوفل مع التصريحات اللي احنا نشوفها استفزازية، يعني هذه هي المشكلة اللي احنا نعانيها من نادي الشباب، لأن نادي الشباب بالعكس احنا ما كنا يعني ما كان في مشاكل بين النادي الأهلي وبين نادي الشباب. نتكلم على بعض الأشخاص اللي فيه استفزاز. شكرا يا بندر. شكرا لك يا العافية. يعطيك العافية. آخر أخبارنا، قررت الأمانة العامة بالاتحاد السعودي كرة القدم نقل مباراتي الهلال والاتفاق والنصر والأهلي في دوري جميل من استاد الملك أو عفوا استاد الأمير فيصل بن فهد إلى استاد الملك فهد ومقرر إقامته في الجولة 15، ويشهد استاد الأمير فيصل بن فهد أعمال صيانة وترميم تشكل خطرا على الجماهير، مما حدا بالأمانة العامة بنقل المباريات إلى استاد الملك فهد.